Hello, grade 4. English now, grade 4, first term. Unit 2, welcome back. Lesson 1. Grammar. Today we will talk about the past simple tense. The past simple tense, it is used to talk about the action happened in the past and finished in the past. زي ما احنا عارفين ان الماضي البسيط ده بيتكلم عن حدث بدأ وانتهى في زمن الماضي. تعال نشوف مع بعض كده الاكزامبلز بتاعتنا. The first example is number one. I played football yesterday. I played football yesterday. Number two, she helped her mom last night. She helped her mom last night. زي ما احنا شايفين كده الاكزامبلز الاولانية عندي دولت helped و played. الفيربين دول افعال عشان نحولها للماضي كل اللي عملناه حطينا ال ed. Example number 3. Yesterday he danced on music. Yesterday he danced on music. Number 4. We liked the film. We liked the film. زي ما احنا شايفين كده ان الفعلين اللي قدامي danced و liked من الافعال الريجولار اللي هي المنتظمة. والافعال دي عشان نحولها للماضي هي بتنتهي اساسا بليتر E. عشان كده حطينا ال D بس. Number 5. They studied their lesson 2 hours ago. They studied their lesson 2 hours ago. Number 6. She tidied her room yesterday. She tidied her room yesterday. بص كده للverb studied والverb tidy. الverbs ديت الأفعال دي end with letter Y. بتنتهي بليتر Y. وعشان أحول أو أجيب الباست بتاعها كل بعمله omit letter y يعني برمي حرف ال y او بحذفه and put ied put ied. طيب بص كده الاكزامبلز قدامي دي هننتقل دلوقتي لنوع جديد من الافعال. تعال نشوف كده. Number 7. Last Friday Ali went to the club. Last Friday Ali went to the club. Number 8. Sarah and Ola read the story 3 days ago. Sarah and Ola read the story 3 days ago. زي ما احنا شايفين كده الافعال اللي قدامنا دي went وعندي كمان read. الافعال دي بنقول عليها irregular verbs افعال غير منتظمة. طيب الافعال الغير منتظمه عشان احولها للباست بعمل ايه؟ انا لما جيت احولها للباست ما رضيتش ان هي تقعد مع الاي دي ولكن اتغيرت شكلها خالص واصبحت بنطق جديد. طب هي ليه كده؟ قال لي عشان احنا لو كنا حطينا الاي دي او الدي او الاي دي كانت هتدي معنى او هتخل بمعنى الكلمه والنطق بتاعها. فبناء عليه الجرامر حولها لفعل تاني او لشكل تاني بنطق جديد. طب يلا نعمل مع بعض القاعدة. Affirmative form يعني التكوين في حالة الإثبات. عشان أعمل شكل الجملة أو sentence بتاعتي بعمل إيه؟ ببدأ بالsubject plus verb in the past. Verb in the past الفعل في زمن الماضي. طيب الفعل في زمن الماضي قال لي ان الافعال في زمن الماضي لها شكلين. The first type او الحالة او الشكل الاولاني هو بيكون regular verbs الافعال المنتظمة. regular verbs يعني فعل منتظم. طب الregular verbs عشان الفعل يكون منتظم اعمله ازاي او احوله ازاي لزمن الباست؟ كل بعمله بمسك الverb بتاعي بحط في نهايته الاي دي
طب قال لي خلي بالك من النوتس بتاعتك اللي هي الفيربس الاند ويز ليتر اي، كل بنعمله بوت ليتر دي اونلي. طيب الفيربس اللي اند ويز ليتر واي شرط ان يكون قبلها كونسنانت ليتر، حرف يكون ساكن. طيب بعمل ايه؟ اومت واي اند بوت اي اي دي. طيب the second type of verbs irregular verbs. irregular verbs افعال غير منتظمة. for example am is return to was or return to where go return to when read return to read. زي ما احنا شايفين كده دي مش كل الافعال irregular، خلي بالك في افعال كتير irregular، لكن دي for examples على سبيل المثال. وطبعا انت عندك الجدول كبير وبتحفظه في البوكليت بتاعك. keywords. keywords هي لوحة المفاتيح او الكلمات اللي بلاقيها في الكلام بتشير لي لزمن الباست سيمبل. كلمات keywords بتاعتنا بنلاقيها يا اما the first of the sentence اللي هي بداية الجملة or the last of the sentence اللي هي نهاية الجملة. طيب الكيوردز بتاعتي like ايه؟ عندي yesterday last ago. yesterday يعني امس، last يعني الماضي اللي عدى، زي ما بيجي اقول last week last night last year last month last season. عندي كمان ago، وago معناها منذ، وأقول لازم يجي وقبليها period of time فترة زمنية like two days ago three weeks ago. excel yourself. excel yourself يعني اختبر نفسك. give me the past اديني الماضي. عندك مجموعة افعال المطلوب منك تجيب لي الباست بتاعها. number 1 stop، number 2 drop، number 3 travel. what the meaning of stop يتوقف، drop يسقط، و travel يعني يسافر. goodbye.